بسم الله الرحمن الرحيم، هي هيك بلشنا، هاي نشغل البرنامج. جاب اليوم دعمل مثال شامل لكل شيء اخذناه واطبق فيه اللي هو وصلنا المره الماضيه للجي ليست والكومبو بوكس. هذا المثال براجع فيه كل شيء اخذناه، هاي دخلنا على فولدرنا اللي هي 2 3 ونص. هذا ليسون او ليسون 4 2 اسميه ليسون 4، ليسون 4 اللي هو جافا كومبو. ايش كتبنا؟ جافا كومبو بوكس وجي ليست اندر سكور ايش تنين. هو مثال براجع فيه الكومبو بوكس والليستر. هلا هون هي انشات هذا المشروع، انا هي رسمت على اللوح وراي عشان تشوفوا معي على الكاميرا، رسمت مثال على اللوح انه يعرض شو ال الزيتونه سنتر سنتر. هلا ببين معي وانا بشتغل على التلفزيون، تمام؟ او هلا بس بشوفوها، هذا حطيت رسمته على اللوح على اساس اللي كانوا غايبين يشوفوها. هاي باجي هون مشروعنا بقول له بدي شاشه جديده، رايت كليك نيو جي فريم فورم، هاي ضفت فريم جديد. هاي باجي هون قلنا اسلوب الشغل على الفورمات يكون ذكاء مش غباء بعيد عنكم. يعني طلع مثلا انا واحد بقول لك كيفك تشتغل، وانا عشان تشوف انت معي اول شيء بحب اعمل ريست انا دائما لل جابه. هاي خليها لسه ان شاء الله صحيح. هاي هون باجي بحكي له على ويندو ريست ويندو على اساس ارجع البيئه زي ما كانت، اكبر الجافا. هاي الكاميرا بحطها هون، هاي ببلش على مشروعي. ول 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 شو كل هذا حاطين؟ ما هي مشروعنا هذا هون اللي هو على البروجكت على هذا، هاي مشروعنا هون بهذا الشكل. ببلش بحط ليبل هون وبكتب هون مثلا كتكست فيه، وين رحنا؟ عفوا رايت كليك عليه اذا التكست هذا الزيتونه سنتر مركز الزيتون، وما بديش اكبر الخط من هلا. واللي واحد ولا لا؟ بقول له طلعت مثلا بعد عندي كم ليبل؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، عندي كم ليبل؟ سبعه. يس. هلا اوريدي عندي واحد، فبكبس كنترول وسهم لتحت، هي الليبل الثاني ثالث رابع خامس سادس سابع. شفتوا كم ليبل ضفت؟ لا، ما بدي اورجيكم طريقه ثانيه، بورجيكم طريقه ثانيه. هون شو بدي احكي له؟ مثلا انا ما ضبطت الحجم، بدي اقول له انا انتر انتر يور كومباني. ايش كتب لي؟ كومباني نيم، دخل اسم شركتك وبكبس انتر. بعدين هذا هون قلت له انتر يور كومباني اي دي، انتر يور كومباني اي دي بهذا الشكل. وهون بقول له مثلا سيلكت جندر، سيلكت جندر تمام. هون بقول له سيلكت هاو ماني وركرز وود يو لايك تو امبلوي، سيلكت هاو ماني وركرز وود يو لايك تو امبلوي بهذا الشكل. طبعا الباقي يكتب هون هو زي هون بعد الوركرز وات فيلدز ار يو انترستد ان. باجي هون What fields are you interested in? وهون write any additional notes. Write any additional notes. هاي بهذا الشكل حطيتها. هلا لاحظوا انا حطيت labels، انا ايش حطيت؟ labels، ما عاد تكبر بالخطوط. طيب هلا طلع معي بضيف العناصر بدناش نغير اسمهم، فاحرص انه الاول تكست فيلد، هو تكست فيلد 1 هي حطيته هون جنب هذا وما لعبت بحجمه. بعدين الثاني باسورد، هاي باج من هون باسورد، هاي حطيته بهذا الشكل. الثالث تو راديو باتونز، هاي الاول وهي الثاني ما كتبتش عليهم عمدا خليهم. الرابع بدي اضيف دروب داون ليست او اللي هو كومبو بوكس، هاي بحطه مثلا هون. بعدين الثالث بحط جي ليست، وين الجي ليست؟ هاي جي ليست هون تمام بهذا الشكل. هاد بدي انزله هون وهاد بدي انزله مثلا هون، يجي دروب داون ليست هون تنزل تبعد شوي عنها، وهاي خليها بديش العب بحجمها خليها هون. وهون رايت اني اديشنال نوتس، هون بحط تكست اريا 1 وهون بحط باتون وهون كمان باتون وهنا تكست اريا 2 بهذا الشكل. هاي العناصر اللي بتلزمنا، لاحظ انا ضفتها
بدي بلاي الكل ثانية عندي، بلاي اتفرج عنده على الشاشة، معلش بعينكم الله، ثانية بس استحملوني. أنا أوريدي مشغل ريكوردينج، نعم. هلا هون أنا ما اشتغلتش زي الطريقة التقليدية، قعدت أكبر فيهم بعدين أضبط. شو سويت؟ ضفت 7 ليبلز بكنترول سالب لتحت، حطيت العناصر بدون ما أعدل عليها. طب واحد بيقول لي كبر الخط، بقول له تكبر معينة كيف؟ ولو طلع شو بدي أسوي؟ هلا كلهم صغار على الديفولت حجمهم 12. هلا أجيت بأداة السلكشن ضللتهم، شو سويت؟ كلهم تمام. واجيت قلت له هون بطلع لفوق، طبعا في منهم شيء مضلل غلط، استنى اشوفه، او خليني عشان لان الماوس بتغلبني شوي، او هاي طلعه لازم الجزء الاول هذا هيك، هاي هدول لحد الكومبو بوكس عشان ما نغلطش. بدي اقول له ليش مش عم بعطيني، في شيء غلط. طب هاي بالكنترول 1 2 3 4 5 6 7 8 ضللتهم باستخدام كنترول، في لهم خاصيه ايش اسمها؟ كنت قلت له هدول كلهم يكونوا بولد، وقديش حجمهم؟ شو صاروا؟ بولدو 24. بعدين هاي 1 2 3 4 5 6 هون 7. هلا هون التكست اريا هي عليها المشكله، لانه السكرول ما لهش فونت، عشان هيك ما كانش يعطينا فونت. هذا بقول له بولد وقديش حجمه؟ 24 اوكي. وهون هاي وهاي بدي اقول له هدول كفونت حط لي اياهم بولد وقديش؟ 24. هاي صار بهذا الشكل. لاحظ طبعا شاشتي كبرت هلا بنسقها، فلاحظت كيف انا على السريع كبرتهم بهذا الشكل. اجيت للجافا تكست فيلد مثلا كبرته بهذا الشكل، اجيت للباسورد كبرته بهذا الشكل، اجيت للراديو بتون 1 ايد التكست هذا كلمه ميل، اجيت للراديو بتون 2 ايد التكست هذا في ميل. لا موجوده هاي هي، بس حطيت هون بس لانه لونه رمادي على الشاشه هيك بهذا الشكل. خليني لانه التكست اريا لما تختارها بختار السكرول تبعها، السكرول تبعها له فون. الكومبو بوكس لا عادي، الكومبو بوكس ما له سكرول، بتكون مضل الاشي معاهم بالغلط. استخدم الكنترول للتضليل الادق لك. هلا هي هذا هون بحطه، هي خليني ننزل هاي لهون، هاي هون انتبهوا بالله ثاني عندي هاي، هاي مثلا بدي اظهر فيها مثلا بس 4 اسطر، بس بدي اظهر في الليست تبعتي 4 اسطر، في خاصيه اسمها فيزابل رو كاونت، في اي اس فيزابل رو كاونت هي باي ديفولت 8، بدي احطها 4، صار حجمها قديش؟ 4. بكبرها بالعرض بهذا الشكل هيك، وبقول مثلا هي بدي احطها هون واكبرها بهذا الشكل عشان اخذ حيز من شاشتي، وهذا الاديشنال نوتس مثلا بدي احطها هون، وهذا بدي احطها هون هاي التكست اريا، وبدي اقول له الروز هون مثلا بس سطرين ار رو روز بدل 5 2، وبكبرها زي هيك، والبتون الاول هون البتون الثاني هون، هذا مكتوب فيه كلمة ابلاي، وهذا مكتوب فيه كلمة ريست، هاي التكست هاي ريست تمام. وهاي التكست اريا بحطها هون بهذا الشكل، اوريدي فورم كثير كبير لحد هون مثلا هيك، وهاي بدي اكبرها بالعرض من التسويه في اي اس فيزبل رو كاونت. شو يعني فيزبل رو كاونت؟ كم سطر مبين من الليسته؟ 4 فقط. لا اكتب طلع كيف توصل للخاصيه، هاي وقفت على الليسته، لازم تكون واقف على الليست. طيب هاي واقف، هلا تاكد هون شو كاتب لك في البروبرتيز، جي ليست ولا سكرول؟ ايش؟ هلا هون طلع معي، انا كبست كليك واحده على مين؟ على الليست، بعدين اجيت كبست كليك على اي خاصيه، على اي واحده منهم، اكتب في اي اس شو طلعت لي هيها؟ قديش حطيتها؟ 4. لاحظوا انه مثلا هي هون هي هذا اديت تكست مثلا ديليت، وهي ثبتت هاي، هاي اذا التكست هي هذه ديليت، هي خلصت. هلا لاحظ انه تصميم هي برنامج زي هذا بكبره كله قديش اخذ مني وقت رسمه؟ قديش ماكسيمم باخذ؟ يا دوب هي بصبر دقيقتين قبل ما تكمله، هي بوقف التسجيل، هي ريزيوم. هلا هون طلع بالله معي هي فورورد، مفروض ماكسيمم 10 دقائق ايش تكون؟ خلصوا. اول خطوه بدي اسويها بدي احط للتو راديو باتنز، ايش احط لهم؟
جروب، فبسحب هاي بتن جروب. وين راح بتن جروب؟ بطلت شو هاي بتن جروب، بسحبه وبزته على اي مكان بالشاشه. هل البتن جروب له شكل؟ لا، انما هو جروب تنظيمي. فباجي انا هون على النافيجيتر، شو بقول له؟ تشينج فاريبل نيم، لا ايش مثلا؟ جندر جروب، جندر جروب، تمام. انا عملت جروب اسمه ايش؟ جندر جروب. هلا هيك الجهاز بفهم لحاله انه هذول صاروا اثنين؟ لا، لازم عشان يفهم انه هذول التنين مجموعه واحده، بقدر اختار منهم واحد، بختار الاول وبختار الثاني باستخدام كنترول، ضللتهم التنين. بقول له الباتون جروب لك بدل ما هي نن، شو تصير؟ لاحظ اول ما تحط لهم جروب شو بصير فوق منهم؟ خلص. طيب باجي على الميل لحالها، بختار الميل لحالها، بحطها هي سيلكتد، هي ايش؟ سيلكتد بهذا الشكل، فصارت النقطه عندي الميل. هاي هلا مبدئيا انا جاهز، ما بقدرش ارجع كل شوي بعيد بصير شيء. اجين هاي اخر مره، هاي حطيت باتون جروب، حطيت ايش؟ باتون جروب، نزل عندي صار هون موجود الباتون جروب. عملت له رايت كليك تشينج فاريبل نيم، غيرنا لجندر جروب، غيرنا لايش؟ جندر جروب، وكبست انتر تبه. بعدين رجعت ضللت جندر جروب، ضللت ميل وفيميل، واخترت لهم الباتن جروب تبعتهم لايش؟ لا جندر جروب، بدل ما هي من هون قلت له جندر جروب لهاد وهاد، الاثنين مع بعض. بعدين رجعت اخترت الميل لحالها وقلت له خلي خاصيه سلكتد للميل هي ترو، فصار ايش مالهم؟ جاهزه. طيب تعالوا نشوف اليوم شو بدي اسوي. اليوم بدي اعمل ديبندبل ليست. واحد بيقول لك كيف يعني ديبندبل ليست؟ مثلا اذا قلت له ذكور، اذا قلت له ذكور شو بدي يعبي بالدروب داون ليست هذا؟ بده يحكي لي 1 9. اذا كنت مختار مين بتقول لي 1 9، اللي بعده 2 من 4 من لحد قديش مثلا؟ يحكي لحد 10. طيب خلاص، هذا اذا اخترت مين اللي هو مين. طيب اذا اخترت مين بده يقول لي 1 وومن او 10 وومن او 20 وومن، وهكذا لحد ما تحكي 50 وومن. كل واحد كيف 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 ولا ركز. اذا كنت مختار ميل، اذا كنت مختار ميل بدي اعبي من، اذا كنت مختار في ميل شو بدي اعبي؟ وومن، يعني بس انقل بين هاي وهاي بده يصير في عندي ايش؟ تعبي. هلا هون بدي اياك تفهمني، حط معي قبل ما نبلش. هلا هون اول ما شفنا البرنامج النقطه عميل بدك تعبى هالخيارات، ايش فايدتك تكون معبايه؟ تبعون اللي هو مان وان مان و... طب اذا نقل ثاني طريقه، يعني اول ما اشتغل بكون الديفولت لها انه رجال. طيب امتى بتتغير محتواها هاي؟ مجرد ما دخلت لفيميل او اوتر جيت لميل، ايش بصير محتواها؟ يعني البرمجه ايفنت دريفن، يعني هاي الدروب داون ليست او الكومبو بوكس هاي راح يتاثر. اول ما اشغل برنامجي راح يلعب بداله ديفولت، او اذا نقلت بين التو راديو باتنز راح يتغير، او اذا حدثت ريسيت ايش برضه كمان راح يتغير. يعني بياثر على الكومبو بوكس كم شغله؟ ثلاثه، اول ما انادي عند الكونستراكتر، او لما اختار بين الراديوز، او لما اعمل ريسيت. فثلاث شغلات بتاثر على الكومبو بوكس. طيب الذكاء اكتب الكود ثلاث مرات ولا اكتبه مره واحده وانادي ثلاث مرات؟ يعني بظبط اكتب الكود ثلاث مرات صح؟ بظبط وصح، ولكن الاذكى انه اكتبه مره واحده واستدعيه ثلاث مرات عشان ما اقعدش اكرر الكود. بقول لواحد طب عبي يدويا، مثلا اقعد اكتب هون، مثلا اجي اختار هذا الكومبو بوكس، هاي الكومبو بوكس هذا، واجي على الموديل تبعه من هون واقعد اعبي يدويا، بصير؟ بقول اه بصير، بس هذا معناته اول ما تشغل معبى داتا. طب اذا نقلت بظبطش تعبيه بيدويا، لانه مره بكون خيارك ميل، مره ايش بكون؟ ايميل. فطلع على شو بدي اسوي، بديش اقعد اعبي يدويا. وبدي اياكم تنتبهوا في تسلسل من واحد بعدين اثنين اربعه كذا كذا لحد كم من رجل؟ 10. يعني من واحد لعشره شو التسلسل بيناتهم؟ من واحد لاثنين زوجي، يعني طلع اول خيار 1 مان، ثاني خيار 2 من، اللي بعده 20 من، 4 من، 6 من، 8 من، 10 من، مضاعفات اثنين. طب الواحد ده بلش من واحد، طب الواحد مضاعفات اثنين؟ لا،
تعال اعلمكم فكره حلوه انكم تتعلموها. لاحظ انا في عندي تسلسل من الاثنين للعشره، وين الاود عندي؟ وين الانفصال عند الواحد؟ هلا انا بدي اشتغل باسلوب ذكي، روحوا لي على السورس، روحوا لي على مين؟ على السورس. تعال تحت الكونستراكتر هون اعمل لي ميثود برايفت. برايفت يعني ما بستخدمها الا مين؟ الكلاس تبعي هذا برايفت، مثلا ست داتا بدي اسميها ست ماي داتا، وبفتح قوسين فاضي. في عندي ميثود برايفت، برايفت طبعا فويد ست ماي داتا. بدل ما عاد اكتب الكود ثلاث مرات، مره على الكبسه، مره على الراديوز، مره على شو اسمه على الكونستراكتر، لا هو خلص على ست ماي داتا. الخيارات تبعتي تتغير بناء على قيمه مين؟ الراديو باترونز. بناء على قيمه مين يا شباب؟ الراديو باترونز. ركزوا منيح معي، هاي تزوم عليها اكبرها عشان تشوفوا منيح منيح. هلا قبل ما نكمل، طلع انا عندي انا على شاشتي الدويره الاولى عندي اسمها جافا راديو باتون 1، الدويره الثانيه اسمها جافا راديو باتون ايش؟ 2. هلا اللي ضافه حذف بتصير عنده جافا راديو باتون 3 و4. فانت انتبه، الاولى عندك شو اسمها؟ انا الاولى تبعت الميل عندي اسمها جافا راديو باتون 1. فبس ارجع للسورس هون بدي اقول له اذا كانت، وبفتح قوسين هون، جي ار وكنترول سبيس، انو دويره بدي انا؟ الاولى دوت از سيلكتد. يعني اذا كنت مختار اني دويره يا شباب، اني دويره تبعت الميل، تمام، هذا احط بيجن واند، وبدي احط هون else. مين يقول لي شو معنى الالس؟ يعني اذا مش مختار الاولى ايش على اكيد مختار ثاني؟ طيب اذا مختار الاولى شو اعبي الكومبو بوكس تبعي؟ تعالوا شوفوا معي قبل هاي، هاي بصبر دقيقه عشان تكتبوا انتم معي. معاي؟ طيب اول شيء ثواني بقول له روح على الجافا كومبو بوكس 1، فيش عندي الا كومبو بوكس واحد انا. دوت ريموف اول ايتمز. ريموف ايش؟ اول ايتمز، شيل لي كل مكوناته. يعني مش هو اوريدي بكون مكتوب فيه ايتم 1 و2 و3 و4؟ قلت له فضيه. طيب هلا ركزوا منيح معي، التسلسل تبعي هي يا شباب هون عشان تشوفوا انتم معي، او التسلسل تبعي خلينا نكتب على الشاشه. التسلسل تبعي هون عشان تشوفوا معي، عندي واحد بعدين اثنين بعدين اربعه بعدين سته بعدين ثمانيه بعدين قديش؟ 10. هل هذا التسلسل صحيح؟ لا، فيش رابط بيناتهم. هلا مين الاود فيهم؟ طيب استثني هذا، هذا تسلسل؟ نعم. فطلع على شو بدي اسوي؟ بدي اجي احكي له هون فور انت الاي تساوي من قديش؟ من 2 لحد الاي اقل او تساوي قديش؟ 10. الاي بلس تساوي قديش؟ 2. مش انا بدي اعبي 2 من 4 من 6 من 8 من 10 من، تمام؟ شو بجي بقول له هون؟ بقول له روح على الجافا كومبو بوكس 1 دوت اد ايتم، الكومبو بوكس ميوتابل. بقول له هون ضف لي الاي مدمج لها كلمه فراغ من، اوكي اسمه. طب واحد بيقول لي هيك انت عبيت 2 4 6 8 10. طب الواحد اول وحده بقول له بما انها اود، باجي هون قبل هاي بقول له برا الفور لوب، بقول له روح على جافا كومبو بوكس 1 دوت اد ايتم، اد ايتم شو مكتوب فيه؟ بين دبل كوتيشن 1 مان. شو سويت في الحاله الاود؟ عزلتها حطيتها برا بلوب لحالها. خليني اصغر هاي عشان اخذ اكبر حيز من الشاشه هي. شو سويت بالاود تبعت ال 1 مان؟ 1 مان هي الاود في الفئه تبعتي، بينما من 2 لل10 الزوجيات كلهم من. فعملت التسلسل، عد مش من واحد، من قديش؟ من 2 ل10 ويزيد 2. طيب ثواني ثواني، طب بالنسبه للنساء، بالنسبه للنساء لما اكون مختار انو راديو، الراديو الاول ولا الثاني؟ طيب طلع شو بدي اسوي عشان اكسب الوقت؟ بدي اخذ نفس الكود تبعي هذا كوبي واحطه وين؟ عند الالس بارت. بس هلا السؤال، الكومبو بوكس تبعنا نفسه، بس هون شو بصير اول خيار بدل 1 مان؟ شو بصير؟
وومن وومن عفوا اول شيء وان وومن. بعدين الومن زي ما انا رسمت لكم على الشاشه من 10 ل 50، 10 20 30 40 50. فبقول له بلش المتسلسله تبعتي من 10 لحد كم؟ 50، وقيمه الزياده قديش؟ 10. وهون اكتب كلمه وومن. معي لحد هون؟ معي؟ يعني نفس كودنا، هو لا راح ولا اجى، بس هنا بكتب مان ومن هناك بكتب ايش؟ من. هاي خلينا نوقف الريكوردينج. هلا فش شوي بدي امشي، هذا اوريدي انا شارحه، يعني هاي ثالث محاضره بشرح فيها يعني. تمام؟ طيب هاي هذول التو ريديوز. طيب بقول لي واحد، طب اسمع اسمع هذا الكود هلا بس اعمل رد ما بضبط ولا ايوه عشان هلا هذا عشان انا دي هذا الكود بطلع هون على الكونستراكتور بعد هاي بقول له ست، بعمل له ست ام عشان اقربها، ست ماي ايش؟ ست ماي ايش؟ ماي داتا. شفته في سته، لاحظ هلا اول ما اعمل رن شو قال لي محتويات الكومبو بوكس تبعي. طب بقول له واحد، طب ثواني ثواني، بقول له لو كبست على في ايميل ما تغيرت، بقول له لانه احنا حطينا الكود هذا يتنفذ على الكونستراكتور، يعني اول ما اشغل شاشتي. طب انا بدي لما اكبس على ميل وفي ميل يتغير، بقول له تمام. لما تكبس على ميل وفي ميل، ركزوا ثاني معي، لما تكبس على ميل وفي ميل يعني باجي بكبس دبل كليك على الراديو بتون 1، هربط عند الجافا معلش، هي هون جافا راديو بتون 1، يعني لما اكبس على الراديو بتون 1 روح استدعي الست ماي داتا، وبرضه لما اكبس على الراديو بتون 2 لانه الراديو بتون 2 كمان يؤثر بغير في محتوى الكومبو بوكس، برضه استدعي ست، سوري استدعي ست ماي داتا. معاي؟ واللي واحد طيب ليش حطيتها على الراديو باتنز؟ لانه انا بس اختار الدويره الاولى او الدويره الثانيه لازم تتغير محتويات القائمه تبعته، فلما اعمل شيفت اوف سته هلا لاحظ على الكونستراكتر استدعى ست ماي داتا وضبطها من. طب اذا قلت له عند هاي شو صارت هون؟ طب عودت رجعت عند هاي شو صارت؟ فانا هلا حد هاي اللحظه ثلاثه بياثروا، الكونستراكتر والراديو الاول والراديو الثاني، ومين كمان راح ياثر لقدام؟ الريست. الريست بس اضبط هاي بده يرجع عبي الداتا، فلسه انا ما وصلتش للريست. فهي عبيت اللي هو الكومبو بوكس تبعي. الكومبو بوكس ميوتابل. الكومبو بوكس شو ماله؟ ميوتابل. هاي بصغر الزوم عشان ترجع تشوفه كامل كود. لحد هون هاي عملت ست ماي داتا، اللي هي ست ماي داتا، خلينا نسكر شاشه الاوتبوت. هاي هاي ست ماي داتا، انه ضبطت الكومبو بوكس من خلال انه ميوتابل، قلت له اد ايتم اد ايتم، واستدعيت الست ماي داتا على الكونستراكتر وعلى الراديو بتون 1 وعلى الراديو بتون 2. مين معي؟ والبقيه والبقيه ايش بتسوي يعني؟ هو ما بصيرش كمان ضلنا زي هيك البطء تبعنا، مش رح ننجز في الماده، مش رح ننجز في الماده، لازم نيجي نشتغل يعني، لازم نتعب شوي على حالنا. طيب هاي بوقف التسجيل، هاي بوز زوم ريكوردينج. هلا هون بعد ما عبيت الكومبو بوكس قبل الالس، هلا بدي اعبي الجي ليست. هلا الجي ليست بقدر اقول له اد ايتم؟ لا، الجي ليست مش ميوتابل، ام ميوتابل. ام ميوتابل يعني لا يمكن تعديل محتواها خانه خانه، انما تعبى دفعه واحده. طيب بالنسبه للخيارات اللي رسمتهم على اللوح، خيارات من كم خيار؟ اربعه. فبحكي له في عندي طلعه كمبيوتر، شو بقول له؟ بقول له يا كمبيوتر في عندي سترينج، سترينج اي ار ار وتساوي نيو سترينج من قديش؟ كم خانه؟ أربعة. واحد بيقول لي ليش عرفت اري؟ بقول له الجي ليست ما بقدر اعبيها خانه خانه، انما بعبيها بلوك كامل دفعه واحده. بلوك كامل ايش؟ دفعه واحده. مين هو اللي يحمل عده قيم بنفس الوقت؟ الاري. هي الاري. طيب ممتاز. طيب بدي اعبي الاري، الاري بدي اعبيها فور انت الاي تساوي من صفر لحد الاي اقل من الاي ار ار دوت ايش دوت لينث الاي بلس بلس. بجنوا انزلها، بجنوا ايش وانزلها، شو بدي اقول له؟ بدي اقول له اي ار ار اوف الاي تساوي، قلنا هاي وظائف الرجال، فقلنا ام اندر سكور جوب جوب
مثلا ايش قلنا هون؟ قلنا بالتسلسل 101 102 103. طب كيف بدي احط جوا اللوب 101 102 103؟ بالله وقفوا ثانيه وتفرجوا معي هون زائد، وهلا بدي احط هون سيمي كولن. هلا في ناس طلعوا بالله ثاني عندي، في ناس ذكيه، في ناس ذكيه، شو بقول لك؟ بقول لك بعمل هون زائد، هي عمليه حسابيه وليست عمليه دمج سلاسل. باول لفه الاندكس بيكون كم؟ صفر. فبقول له الاي زائد قديش؟ زائد عفوا 100 هون 101. يعني اول لفه صفر زائد 101 101، فتلصق كلمه 101 مع هاي اللفه الثانيه، شو بتصير؟ الاي 1 1 زائد 101 102. في واحد بيقول لي انا ما بقدرش افكر زيك، بقول له ما في اشكاليه. بقول له طب بقول له شو الحل؟ بقول له انا اسمع بديش اغلب حالي زيك. بقول له ولا بقول له بعرف انت اسمه كيف ويساوي في البدايه قديش يا شباب؟ 101. بقول له اه، بقول له حط هون اطبع الكي تمام، بعدين اقول له كي بصير. هلا انو الاسهل لك سوي، انا نسبيا لي بحب اربط العلاقه بالايش؟ بالاندكس تبع الاري بالاي. هلا هاي اسهل دائما، فعرفت عداد اسمه 101، صرت كل ما اطبع ايش احكي له زيد الكي بقديش؟ بواحد. هيك تعبت الاري تبعتي بهاي الكلمات، الاري تعبت. طب الليسته تعبت؟ لا الليسته لم تعبى. طب كيف بدي اعبي الليسته؟ بقول له روح على الجي ليست 1 جي اس جي ليست 1 دوت ست الليست داتا. ست الليست ايش؟ داتا بقيمه مين؟ اي ار ار. ايش داعي اعملها ريموف؟ ايش داعي اضيف ايتم ايتم؟ يمكن اضافتها دفعه واحده، فاي شيء بتضيفه يحذف في السابق وتوضع هاي ايش؟ محله. معي؟ هلا هاي عبيت خيارات المن شو ايش هو؟ هلا بكل بساطه انا ما كنتش اعبي الليسته، انا كنت اعبي ايش؟ الاي ار ار، الاري في الرام مش على الشاشه. فعبيت الاري بكلمه ام جوب 101 ام جوب 102 3 4، تعبت الاري كامله. بس خلصت الاري، هاي تعبيت الاري لحد هون بعبي الاري، هاي الاري بالرام بدي اعكسها على الليسته تبعتي. شو قلت له؟ روح على الجي ليست 1 ست الليست داتا بايش؟ فصار فيها. طب ثواني، هاي خيارات الميل، طب الفيميل شو بيفرقوا عنهم؟ هو نفس الكود راح اخذه، هذا نفس الكود اللي هذا كتبته. الكل كتبه ولا لسه؟ الكل كتبه ولا لسه؟ طب هاي اخذته كوبي، اصبر يلا هاي ثواني، يلا صف عمري يقول وقت مخلصة المحاضرة. بحطه بالالس، بس بالالس ثواني، النسوان لهم كم خيار؟ مش اربعه، قديش لهم؟ خمسه. فهي لاحظوا معي، يلا اكمل من لسه. كم واحد خلص زيي؟ ارفع ايده. طب يلا بصبر شوي عشان يبين، يلا يلا. فيش حدا يقول لي انا ما كملتش معك، بدي الكل يكمل. ايش انا عندي اصابع سحريه وانت ما عندكش اصابع يعني؟ نعمل بوز. يوم ريكوردينج. تمام، هاي اجيت اخذت هذا الكود نفسه اللي هو تعريف الاريو، هاي اخذته كوبي من هون واجيت هون بعد الكومبو بوكس. هاي اجيت هون، هاي بيس هون. اول ملاحظه قبل ما اكمل، ان خيارات النسوان مش اربعه، كم خيار؟ غيرت حجم الاريو من اربعه لكم؟ لخمسه. طيب النسوان شو تسلسلهم؟ 100 200 300 400 500. فبقول عداد اللي اسمه كي ببلش من كم؟ من 100. وقيمة الزيادة تحت مش وحدات، قديش قيمة الزيادة؟ 100 200 300 400 500 ميات. فبلشت من 100 ل 100. واحد ثاني ايش هو؟ او انا مثلا لو انا بدي استخدم بكتبش هاي، بهمش هاي وبهمش هاي، بقول واحد طيب، بقول انا بكل بساطة شو الرابط العجيب؟ الاي زائد الرابط العجيب بكل بساطة الاي زائد واحد ضرب قديش؟ ضرب 100. هاي المعادلة تمام. شفتوا اف 6 عشان تشوفوا انتم معاي. لاحظ هلا، لانه اول ما بشغل الخيارات على الميل شو طلعت لي الوظائف؟ 101 102 103 104. طب ثواني نقلتها على في ميل، شو صار؟ طبعا عند الفيميل، ثواني انا غلطت سهوا، شو لازم تكون هاي بدل حرف الام عند الفيميل؟ دبليو دبليو ويمن ويمن. هاي شفته في 6 مرة ثانية.
عشان تشوفوا انتم معي. هاي عندي الميل، طب عندي الفيميل لحد قديش؟ طيب رجعت عندي الميل، شفتوا كيف عملتها ديبن دبل؟ هاي هذا ديبن دبل وهذا ديبن دبل زي ما بدك. يس لا انا كلهم، وهدول لا هدول الكومبو بوكس والجي ليست تغيرهم مع بعض عشان ينحطوا ضمن كم مقطع كود واحد. هلا اجزع كمان كود ثاني لهم بيصير، بس بزيد الكومبلكسيتي يعني. عادي صعبه. طيب هلا شو بدي؟ في حدا مش معي لحد هون؟ المحاضره الجايه راح اجي ايش اسوي؟ على ها ما راح ارجع اعيد من اول وجديد. هلا هون انا بعيد زي كله، شرحت كل الشرح من بدايه الفصل لحد الاول شملته في هذا المثال واعطيتك اياه ادفانس. هلا المحاضره الجاي شو اللي بدنا نسوي؟ المحاضره الجاي بدي اصير الداتا اللي بعبيها هون، مثلا بكتب اسم الكومباني، والله مثلا ابو محمد للزغرفه، شو الاي دي تبعتي؟ 1 2 3 4 5. والله شو بدك تعين ابو محمد؟ والله تعين زلام. كم زلمه بدك؟ والله بدي سته. طيب شو بدك يشتغلوا؟ بدي يلا وظيفه واحد وثلاثه واربعه، ما اخترتهم مش كلهم، تركت واحده منهم. هلا هون بكتب شو بدي؟ والله بدي اياهم قويين وشخصيه واعمارهم بين كذا كذا كذا، اوكي؟ يلا ابلاي، يسحب لي الداتا اللي عبيتها، شو اسم شركتك؟ شو رقمها؟ كم واحد بدك تشغل؟ سته. شو الوظائف المتاحه عندك للسته؟ الوظيفه واحد 101 و103 و104. لما اعمل ريست يرجع الشاشه زي ما اول ما شغلناها. زي ما اول ايش؟ ما شغلناها. هذا اللي نسويه المحاضره الجايه، تمام؟ لحد هون راح اكتفي، خلينا نوقف التسجيل، هاي ستوب ريكورد.